تبخرت فجأة وهي كل ما يملكون، هي الغذاء والعملة، وهي الشراب والثروة، أو هكذا كانت. أما الآن فقد بات مالك هذه المواشي يمسون على ثروة ويصبحون صفر اليدين. أتى الجفاف عليها وتوالى نفوقها، أما رعاتها الرحل فقد انقطعت بهم السبل، وهم الذين لم يعرفوا معنى للاستقرار والإقامة. في محاولة بائسة لإنقاذ المواشي يقولون إنهم اضطروا إلى تقاسم مخزونهم الغذائي من الحبوب مع الحيوانات في سابقة لم يجد الجيل الجديد لها مثيلا. كان لدي 180 رأس غنم ولم يبق لي منها سوى 14، كما أن حميري ماتت ولم أعد قادرة على الحصول على الماء أو الهرب من هذا الجفاف. أنا وكل أفراد أسرتي مهددون بالمجاعة. مضت 3 أعوام وهم ينتظرون المطر في واحدة من أسوأ موجات جفاف تجتاح الصومال. ويقول المسؤولون في إقليم ما يسمى جمهورية أرض الصومال إن الأوضاع متدهورة في جميع مناطق الإقليم، وأن الوقت قد حان كي يهب العالم لنجدتهم. الشعب يحتاج اليوم المواد الغذائية عاجل عاجل جدا. في بعض المواشي ماتوا زي ما شفت الأمس، وممكن الشعب أو الناس يموتون بجوع خلال الشهور المقبلة إذا ما يحصلوا أو إذا ما يوصل المواد الغذائية العاجل. أخوان العرب ذبحونا ولكن ما نموت، إحنا عايشين. فنطلب الأخوان المحسنين أن يرسل المواد الغذائية عاجل 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 جدا. وإذا كان الرعاة الرحل هم أول المتضررين، فإن تجارة المواشي التي تشتهر بها الصومال هي الأخرى متأثرة بموجات الجفاف الطويلة وأمراض المواشي الناجمة عنها. فقد تراجع عدد المواشي المعروضة للبيع وتضاعف أسعار المعروضة منها. السنة الماضية في نفس الوقت هذا كنا نشتري أكثر من 1800 رأس يعني في يوميا، والآن تغير الوضع، جاء الجفاف وفي البلاد كله، فاليوم ممكن نحصل يوميا 150-200 يعني تقريبا كذا. ورغم أن كل مناطق الصومال تعتمد على حرفة الرعي، إلا أن شمال البلاد يعتمد بالأساس على هذه الحرفة أكثر من المناطق الجنوبية التي تنتشر فيها الزراعة. بحثا عن الكلأ والمراعي، تنقل الرعاة كلما سمعوا إشاعة عن سقوط مطر في منطقة معينة، لكن المطر لم يهطل ولم تتوقف المواشي عن النفوق، ليتحول الأمر من خوف على الحيوانات إلى خطر على حياة البشر. محمد رشاد، الجزيرة، هرقيسة.